خلينا اقول لكم انه النهارده تحذيرات مهمه جدا من الامم المتحده، من هيئه منظمه الصحه العالميه ومنظمه الاغذيه، انه بالفعل قطاع غزه على وشك المجاعه ان لم يكن دخل في هذه المرحله في الوقت اللي احنا منتظرين فيه ما يحدث في مجلس الامن عشان قرارات ملزمه، سواء بهدنه بوقف اطلاق النار او اليه المساعدات اللي تعنت اسرائيل في ادخالها. هم وجود عشرات الالاف من الاطنان في انتظار الدخول على الجانب المصري. وده بياخدنا لسؤال: ما الذي نتوقعه في الساعات القادمه؟ وكان في حديث عن هدنه بيدور، وحديث اخر عن اللي معطل الصفقة والهدنة هو الطلب حماس الكل مقابل الكل، بما فيهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وأخو مروان البرغوثي عبدالله البرغوثي. فأنا هاخد المعطيات دي واروح بيها للأستاذ شادي محسن، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات. بنرحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. أهلا وسهلا بك يا فندم. على ضوء ما ذكرته، خليني اضيف كمان انه في كمان اكتر، يعني يمكن النهارده اكتر يوم شهد تدخل او دخول للاحتلال الاسرائيلي للضفه الغربيه واقتحامهم كمان لاكتر من محور في مدينه رام الله. ايه اللي بننتظره من مجلس الامن النهارده؟ كان المفروض دي جلسه مؤجله الثلاث للخميس. شايف ازاي حضرتك ما يدور؟ وكان بيقول مندوب الجامعه العربيه من شويه انه المناقشات معقدة داخل مجلس الأمن. طبعا يعني المناقشات لازم تكون معقدة في مجلس الأمن، لأن يعني الأطراف المعنية بالصراع اللي حاصل دلوقتي في غزة هم الأطراف المؤيدة للرواية الإسرائيلية، على رأسهم الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مش عايزة أي منصة دولية تكون سبب في وقف إطلاق النار أو في إحراج إسرائيل من أي بأي شكل من الأشكال. لأن لو ده حصل ده معناه خلل في النظام الدولي. امريكا عايزه تثبت للعالم كله ان هي لا زالت مسيطره على النظام الدولي. طبعا بتحط راسها في الرمل زي النعام. هي شايفه ان فعلا في خلل وخلل هيكلي، لكن هي مش عايزه تجاهر بده والعالم كله يبقى على مرأة ومسمع من هذا الامر. فهي عايزه تكون هي المتحكم الاساسي بما يحصل في قطاع غزه. لكن ان حد يتدخل في مجلس الامن او الامم المتحده او يعمل مؤتمر دولي او كل هذه الامور، امريكا مش هتسمح له بذلك. لان زي ما بقول ده اعتراف رسمي منها بان في خلل في النظام الدولي وان النظام اصبح متعدد الاقطاب. الرقم الثاني او الامر الثاني انه مجلس الامن اللي بيعقد فيه المشاريع او بيقدم فيه المشروعات القرارات القابله للتصويت، يعني بتبقى اطراف اقليميه في المنطقه. زي مصر، الامارات، قطر، ايا ما يكن هذه الدوله، يعني الكويت وهكذا. لكن امريكا طبعا مش هتسمح لهذه الاطراف برضو ان ينجح مبادراتها في مجلس الامن. ليه؟ لان ده كده معناه انه هيديله القياده والرياده في انه يحدد مستقبل غزه او مستقبل المنطقه في الشرق الاوسط. وعليه امريكا عايزه توزع الادوار بمعرفتها هي. الامر الاخير طبعا يعني المستوى العسكري والانساني دلوقتي في غزه معقد للغايه، لان داخل فيه اعتبارات سياسيه وجيوستراتيجيه وعسكريه وامنيه. بعبارات ابسط يعني ان بقى في مصالح ثانيه مختلفه تماما عن المصالح العسكريه. في مصالح اقتصاديه داخله في الموضوع. مين اللي هيبقى متحكم في ملف اعاده اعمار غزه؟ في مصالح مرتبطه بالطاقه. مين اللي هيدير القطاع اصلا؟ مين اللي هيدير القطاع؟ انا كنت جاي لحضرتك في الكلام، مظبوط. انه مين اللي هيبقى متحكم في الترتيبات الامنيه في البحر الاحمر؟ مين المتحكم في الترتيبات الاقتصاديه في شرق المتوسط؟ مصر بتعافر علشان تفضل هي اللي هي صاحبه الرياده في مساله شرق المتوسط، والحمد لله ناجحه في الامر ده جدا. لكن الانظار دلوقتي بتتجه لما يحدث في البحر الاحمر. عايزين عسكره للمنطقه، مناطق قدم ونفوذ وقواعد هناك اصلا كتيره وعايزين يزودوها. بس لو عايز اروح معاك لموضوع تاني، دي فهمنا النقطه دي قبل الوقت ما يخلص مني. إيه عندي هدي حضرتك يعني معلومتين وتقول لي ده حقيقي ولا لا. المعلومتين دول تحت بند ايه؟ سؤال: هل علمت اسرائيل بموعد هجوم 7 اكتوبر؟ في مؤشرات كل يوم بتزيد في الاتجاه ده، اخرهم انه في بحث طلع
بيقول انه في كتير من المستثمرين عملوا عمليات سحب عن مكشوف من وعمليات بيع كبرى على المكشوف للاسهم قبل الهجمات، ولما بيقولوا وبالذات قبل 5 ايام من الهجمات. والبحث ده قام بيه اساتذه القانون بجامعه نيويورك وكولومبيا، جامعات كبيره، روبرت جاكسون جونيور وزميله جوشوا ميتش، قالوا انه من خلال المراجعة وجدوا أن هناك ارتفاع كبير وغير عادي قبل 5 أيام من الهجوم في عمليات البيع المكشوف في صندوق MSCI الأكثر شعبية في إسرائيل. ده بالتزامن مع أنه يائير ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمل لايك على منشور على تويتر. المنشور ده كان بيقول حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه في انقلاب عسكري كان بيتم بقيادة هيرتسي ليفي رئيس الأركان اللي لم يبلغ رئيس الوزراء بالهجوم الذي كان على وشك الحدوث صباح يوم 7 أكتوبر. على ضوء المعلومتين دول، هل حضرتك بتشوف انه المؤشرات بدأت تزيد بعلم إسرائيل وكانت عايزة تستغل الموضوع ده لتغيير استراتيجي في مستقبلها، ولا ما نقدرش نؤكد هذه المعلومات؟ لا ما نقدرش طبعا، كل شيء وارد، هي السيناريوهات مفتوحة، الاحتمالات كلها واردة. الموضوع باختصار شديد يعني نقدر نقول ان هو مرتبط بالتالي. واحد، ان في صراع اجنحة قوي جدا 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 في اسرائيل، جدا في صراع، في صراع اجهزة امنية، في الموساد مع الشباك مع الامان اللي هي الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية. بيتصارعوا ويتنافسوا فيما بينهم، وفي نتنياهو جالنت وجالنت ورئيس اركانه. يعني طبعا في الاجهزه السياديه في اسرائيل والاجهزه الامنيه في اسرائيل بتحاول تخطاط على ان هي دايما يكون لها الرياده في مساله ان هي تكون صاحبه المفهوم. بمعنى ايه؟ ان هي تكون هي صاحبه تقدير الموقف الاقدر والاقدر على تعريف ما يحدث او استشراف ما يحدث، زي بالظبط اللي حصل في 73. يعني بعد الضربه الفجائيه والخداع الاستراتيجي المصري في 73 ضد اسرائيل، بعد منها بسنين حصل حاجه اسمها لجنه اجرانات. اجرانات اللجنه دي كان مكتوب فيها التالي، انه الموساد بلغ رئاسه الوزراء الاسرائيليه بان مصر مستعده للهجوم، لكن الامان الاستخبارات العسكريه رفضت هذا التقدير وقالت لا اطمنوا مصر مش هتضرب ولا حاجه. نفس المعطيات دي او نفس الحيثيات دي حصلت في 7 أكتوبر 2023، ان في اجهزه امنيه اسرائيليه بعتت وقالت استعدوا لهجوم حمساوي مفاجئ، والاجهزه الثانيه بترفض هذا التقدير. وعليه علشان يرفعوا من عليهم الحرج ويبداوا يرمموا شعبيتهم مره اخرى في الاقليم، لان لازم نبقى فاهمين كويس ان المنظومه الاستخباراتيه الاسرائيليه بتحاول الترويج لنفسها اقليميا، الله ينور الحضره، على انها المنظومه الاقدر والاولى في المنطقه بسببين اثنين. واحد، ان هم يغطوا على المنظومه الاستخباراتيه المصريه كونها هي الاقوى في المنطقه فعلا. الرقم الثاني، ان هم عايزين يبقى ليهم نقاط وجود في المنطقه في الترتيبات الامنيه المستقبليه، يعني عايزين يبقى ليهم وجود في باب المندب، في التحالف الدولي المزمع عقد، عايزين يبقى ليهم وجود في الخليج العربي في اي ترتيب امني مستقبلي، كذلك في جبل طارق في اقصى المنطقه العربيه غربا. وعليه الاجهزه الامنيه الاسرائيليه مش هتقبل ان حد يقدر يقول عليها ان هي كانت فاشله او فيها عندها اخفاق او كل هذه المفردات السلبيه. فعشان كده هنبدا نشوف، يعني اللي حضرتك قلته من شويه ده، هنبدا نشوف شبهه كتير جدا الايام اللي جايه، وبالتحديد بعد ما تضع الحرب اوزارها في غزه. هنبدأ نشوف إن كانت إسرائيل قادرة تستشرف اللي حصل، لكن والله علشان عايز تغير منطقة الشرق الأوسط ثابت الموضوع يعدي. لا طبعا، ده كلام أنا بشوف تقديري إن هو رفع الحفظ ماء الوجه ورفع الحرج عن أي الكلام ده كان بيتقال برضه مع 11 سبتمبر لو حضرتك فاكر. أنا الأمريكان هم اللي ضربوها أو عرفوا وعملوا عبيط. أنا بشوف حاجة واحدة بس، إن اللي بيحصل دلوقتي هو بالظبط اللي حصل في 73. ليه؟ لأن إحنا يوم 6 أكتوبر 2023 كانت مصر بتحتفل بمرور 50 عام على ذكرى نصر أكتوبر. وبالظبط بالظبط كان نفس الكلام بيتقال. الموساد بلغ والأمان كتب. الأمان بلغ والموساد هو اللي كتب. والموساد طلع كتاب
قال لك اشرف مروان قال لنا اشرف مروان جاسوس مصري لصالح اسرائيل. مفهوم. طبعا كل الكلام ده كلام فارغ يعني. انا بشكر حضرتك طبعا وبالتاكيد هنتابع ونحلل الاخبار القادمه وهنشوف، بس المهم ان الحرب تضع اوزارها في النهايه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني الدكتور شادي محسن متخصص في الشؤون الاسرائيليه بمركز مصر للفكر والدراسات.